يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هذا من آداب السلام، ولو عكس فازوا بالأفضلية، من بدأ فاز بالأفضلية كما قال: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فالذي يبدأ بالسلام قد فاز الأفضلية، ولكن السنة لهؤلاء الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا، وهو الراكب على الماشي، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هم اللي يبدأون.